خلينا نشوف مع المختص كيف نتفادى خسارة الأشخاص بسبب الصراحة ونرجع لكم. نتكلم عن مفهوم الصراحة بشكل عام. يعني الصراحة مفهوم يعني من أخلاق الكبار وكبار النفوس، لأن الصراحة تحتاج إلى شجاعة، فلا يستطيع أن يكون الإنسان صريح إلا إذا كان عنده الشجاعة الأدبية أن يقول الصراحة في وقت الصراحة. الصراحة تختلف طبعا، لأنه في هناك خيط رفيع بين الصراحة وبين الوقاحة، يمكن الناس كلهم ما يجهلون الشيء هذا. إذا قيلت الصراحة في الوقت المناسب والمكان المناسب واختير لها ألفاظ مناسبة فهي تؤدي الغرض، ولكنها إذا انتفى أحد هذه الشروط، أنه قيلت في مكان غير مناسب أو في وقت غير مناسب، فهنا تنقلب إلى وقاحة. نتفادى خسارة الأشخاص بأنه نطبق شروط الصراحة الإيجابية. الصراحة الإيجابية لها شروط كما قلت، وهي أن يختار الإنسان الألفاظ المناسبة، أيضا أن يختار الوقت المناسب ويختار المكان المناسب، لأنه إذا قيلت في وقت غير مناسب أو مكان غير مناسب تنقلب إلى الضد. ولكن دائما الصراحة الجيدة تكون في الوقت اللي يكون الناس في هدوء، في وقت الصراع أو ارتفاع التوتر بين الأشخاص، الواجب أنه يؤجل موضوع الصراحة هذا إلى وقت أنسب، أنه يكون مثلا في وقت هدوء بين الأشخاص، فتقال الصراحة ويكون تقبلها أفضل من أنها تقال في أوقات غير مناسبة.